مساكم الله بالخير ويا هلا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم داخل الملعب. في كل حلقه تعودنا وياكم نقدم العديد من الفقرات والتقارير اللي نتمنى انها تعز على رضاكم. موضوع حلقتنا اليوم ان شاء الله راح نناقش فيها العديد من المواضيع الهامه اللي تخص رياضتنا المحليه، ومنها اوضاع الرياضه الاخيره وتعديل المسار وحكم القوانين والقضاء، وراح نناقش معاكم ان شاء الله احتراف اللاعبين وحظوظ الازرق في بطوله كاس اسيا المقامه حاليا في العاصمه القطريه الدوحه، وراح نناقش معاكم مواضيع كثيره. لكن في البدايه قبل ان نتطرق لهذه المواضيع خلوني ارحب بضيوفكم وضيوفي. معاي الاعلامي سالم الحربي، مساك الله بالخير. بعد مساك الله بالخير، يا هلا مرحبا ومشكورين على الاستضافه، ودائما الشاهد سباق يعني امانه باستضافتنا، ولكم كل الاحترام والتقدير. حياك الله. معنا ايضا الزميل احمد السلامي الصحفي في جريده الغبس، حياك الله. الله يحييك ويبجيك ابو بندر. حياكم الله، شرفتنا في هالزياره. الله يسلمك. في البدايه خلونا نناقش موضوع هام فرض نفسه على الساحه الرياضيه في الفتره الاخيره. اعتقد احنا بوجهه نظرنا كاعلام جهات محايده نسميه احتراف، لكن الانديه ومجالس الادارات سموه هروب اللاعبين. ويمكن عندنا اكثر من 10 ل 15 لاعب اغلبهم انتقلوا يعني في العمان وفي بعضهم لاوروبا وسببوا مشاكل وتعرضوا للايقاف. احنا بنناقش هذه القضيه مع ضيوفنا. ابو عبد الله يمكن انت يعني سيد العارفين في هالموضوع. عندنا اكثر من لاعب احترف في عمان ولاعبين بارزين. عندك حمد امان، عادل حمود، طلال نايف، لعيبه منتخب يعني اساسيين. ايقاف هذه اللاعبين، انا ما بقول لك عن احترافهم، ايقاف هذه اللاعبين من قبل مجالس اداراتهم، انت مع هالقرار ولا ضد؟ والله شوف، مجلس الاداره حتى لو وقف اللاعب، اللاعب حصل على البطاقه يعني، ما كان في وقت ضايع انت موقفه. ما دام وقفت اللاعب، ما دام حصل على بطاقته الدوليه، ما اعتقد ان اللاعب يهمه انه وقف النادي ولا ما وقفه. المشكله مو في هذا، المشكله ليش اللاعب سلك هذا الطريق الملتوي لكي يحترف. اللاعب الان امانه اللاعب الكويتي مظلوم في كل المجالات، في كل الالعاب اللاعب الكويتي مظلوم. يعني المفروض ان بدال ما تكون هناك، المفروض ان يكون هناك تشريعات وقوانين. هم غروا الاحتراف الجزئي، انا اسميه احتراف بقاله امانه. انا امانه هذه وجهه نظري من قبل ان يغر القانون، لان هذا القانون اضر في اللاعب قبل النادي. وبعدين المفروض ان لما قرروا الاحتراف الجزئي المفروض يكون هناك ترتيب لائحه داخليه يجبرون اللاعب يوقع على عقد علشان ما يصير الهروب. يعني لو اللاعب وقع على عقد من بدايه تطبيق قانون الاحتراف الجزئي كان ما شفنا الهروب الجماعي. لكن اللاعب عبد الله انت مصر تسميه هروب؟ طبعا هروب. هذا شنو؟ انت لاعب طلع راح. يا اخي انا ما اعتقد ان اللاعب صدقنا يبحث عن مصلحه اللاعب وعلى عيني وراسي، وانت تروح تبحث عن مصلحتك، ما في انسان ما يبحث عن مصلحته. ولكن يعني المفروض ان اللاعب لما انا ما لوم اللاعب لما يروح، امانه انا ما لوم اللاعب، لكن لابد يكون هناك حل. لابد الان يكون هناك حل، لابد ان يعدل القانون، يصير احتراف كامل وليس جزئي، لان الاحتراف الجزئي اثبت فشل امانه، وانتم تدرون شنو اللي صار في الاحتراف الجزئي. ويصير هناك احتراف كامل على اساس انه نحد من عمليه هروب اللاعبين مثل ما سميتها، ان شاء الله تدوير المصالح. زين الحين من نطالع بالدوري نلعب انا وياك والسلام، من اللي نلعب وياه؟ كاظمه تفرق من الوعيبه، الساحل تفرق من الوعيبه، تضامن الجهره، من اللي راح يلعب بالدوري؟ شو نشوف بالدوري احنا؟ المفروض احنا نلبس ونلعب بالدوري. يعني عندنا مشكله جديده. طبعا احنا عندنا مشكله جديده. بنشوف راي اخوي احمد، ماذا تسميها احتراف ولا هروب؟ لا انا ما اسميها لا احتراف ولا هروب، انا اسميها يعني الرياضه بشكل عام هي مظلومه ومسكينه رياضتنا. احنا قاعدين نقص على انفسنا، نقول رياضه ميزانيه نادي نص مليون دينار، 14 لعبه موزع عليه في رواتب احتراف، في لاعبين. ترى مو كل الانديه عندهم 14 يعني. في بعض الانديه لكن بس رواتب الاحتراف عفوا ترى مو من ضمنها. انا عارف لا هذا الموضوع هذا يعني. نعم. هذا خاص. اي نعم، لكن المشكله مو في راتب الاحتراف، اللاعب 400 دينار ما هي طموحه. وبعدين اقرار الاحتراف الكلي يحتاج الى قوانين والى متابعه وتنسيق مع الجهات المعنيه في الدوله، من وزاره عفوا من التامينات الاجتماعيه، من قانون الخدمه المدنيه، في امور كثيره معقده الى الان ما تم تحريك شيء فيها. اللاعب من حقه انه يحترف، من اللاعب من حقه انه يتميز ويظهر وياخذ حقه اعلاميا وفرصته اعلاميه سواء داخليا او خارجيا. في بعض اللاعبين مع انديتهم محرومين من الاعلام ما يدرون عنهم، انزين، لكن لما يطلع برا لا والله تشوفه يبدع ويشتهر وياخذ حقه. فرصه اكبر يعني. نعم، لكن مع ناديه ما قاعد ياخذ الدور اللي يبيه او ما ياخذ حقه. فالامر هذا يضره نفسيا ومعنويا وايضا فنيا. عشان كذا احنا لو نلاحظ ان لاعبين المنتخب على سبيل المثال من 3-4 انديه فقط، قليل او نادر لما ناخذ لاعبين من انديه بعيده مثل الجهره
الساحل وغيره وغيره. ليش؟ لأن هذول عليهم تركيز، أما الباقي الأندية خاصة الدوري الدرجة الأولى ما في عليه أي تركيز، ما في أي اهتمام إعلامي، فهذا الشيء يضرهم ما ينفعهم. فاللاعب أنا كلاعب لا والله أفكر بنفسي. أوكي. نادي التأييد اللي سووا اللاعبين يعني انتقالهم لإعمان. شوف اللاعبين قرر فيهم يعني مو من تلقاء أنفسهم، في ناس وراهم هم اللي يلعبوا في عقلياتهم ويعرفون يعني القانون، وفي يعني تلعبوا على وتر إنه يعني إنه مو ملزمين في عقود مع أنديتهم، وإذا ألزم في عقد راح يكون مخالف لقانون التأمينات الاجتماعية، لازم تأخذ استئذان من التأمينات الاجتماعية وكتاب رسمي إنك تشتغل في مكان ثاني على أساس إنه تدمج ما بين عملين. فهذا الأمر يعني اعطاهم الفرصه، يمكن نعم اعطاهم الفرصه انه خلاص انا ماني محترف، انا هاوي وطالب، شو المشكله اروح احترف برا ثلاث شهور اخذ بطاقه الدوليه وارجع مره ثانيه العب في اي نادي انا ابي. بنشوف ياكم اعزائي المشاهدين التقرير، يعني قابلنا اللاعبين في اكثر من مناسبه وشفنا ارائهم حول قضيه احتراف اللاعبين في الخارج، وانا مصر على قضيه الاحتراف. بنشوفه ونرجع نكمل حوارنا. اغلب اللاعبين قاعد يروحون لانديه بالخارج هم لاعبين انديه الصغيره، يعني مو لاعبين انديه الكبيره. طبعا انا موافقهم 100% بالخروج من النادي، لان يعني خاصه في لاعبين مميزين قاعد تجيهم عروض من انديه محليه ما قاعد يوافقون، يعني فاتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. يعني اللاعب اللي يفكر انه على قولتك الهروب هذا يعني يمكن يكون مرتاح بالناديه اللي هو فيه ويبي يقدم شيء، يبي يوصل، يبي يرتقي، يبي يوصل المنتخب، فيفكر انه يطلع برا وهذا. فاتمنى يعني على الهروب اللي قاعد يصير واتوقع راح يزيد مع الايام الجايه انه لازم يتحقق الاحتراف هنا في الكويت، يكون في احتراف. والله شوف هذا بالنسبه للموضوع هذا اعتقد انه يعني لازم يكون له دراسه ولازم يكون له حل. ممكن بعض المرات تكون الاغراءات من بعض الدول تاثر على اللاعب، احنا كلاعبين بالكويت نتمنى اللي يكون يعني يبي يطلع برا يكون بصفه قانونيه ان شاء الله، بحيث ان علاقته تكون ممتازه بالاتحاد الكويتي وبالنادي نفسه. ان شاء الله ان نحاول يحاولون الاخوان كثر ما يقدرون خلال الايام الجايه يشوفون حل لهالموضوع باذن الله. والله هالاسباب هذا طبعا يعني لو الكويت اهم شيء تطبق الاحتراف، الاحتراف راح يحد يعني راح يحل المشاكل هذه كلها، راح يكون في عقود للاعب، راح يعني كل لاعب يشوف يعني مصلحته بالكويت. ان شاء الله يعني اذا تطبق هالشيء هالمشاكل كلها راح تنتهي وراح يصير لها حل ان شاء الله. والله يمكن مشاكل داخليه بكل واحد مع ناديه، يمكن اللاعب يشوف مصلحته انه يطلع يكون حر نفسه مره ثانيه ويرد الكويت، وهذا اسباب شخصيه من لاعب للاعب تختلف صراحه. يعني مع احترامي حق الانديه الصغيره، طبعا في لاعبين يلعبون انديه صغيره تلقاه مثلا ناديه يلعب درجه ثانيه واللاعب تلقاه زين وواصل، فوده انه يبرز ويصعد يروح مثلا نادي كبير، فما في طريقه للهروب من النادي الا انه يطلع برا ويرد يصعد يلعب نادي كبير، هذا السبب يعني ما في سبب ثاني. يا هلا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا هذه الاراء المختلفه والمتنوعه. ابو عبد الله شنو الحل؟ يعني اللاعب يتم من 6 سنوات ليه يبطل وهو ملك للنادي؟ والله اول شيء مع احترامي للوعيب اللي تكلموا، ما في انديه صغيره وانديه كبيره بالكويت، كلها انديه يعني كل الأندية في ميزان واحد وما عندنا نادي صغير وكبير. ولكن الحل لا أبو عبد الله شلون تقول لي في نادي كبير ونادي صغير؟ لا ما في، هم يتكلموا من ناحية الإنجازات يا أبو عبد الله، من ناحية الإنجازات قال إنجازات ونادي القادسية والعربي بجمهوره بإنجازاته تقارن في إنجازات وقاعدة جماهيرية، القاعدة الجماهيرية والأندية كلها أندية شاملة وكلها تلعب نفس الـ 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 وكلها نفس النظام ونفس الاحتراف ونفس النظام اللي عند هذا عند هذا. الآن نادي كاظم مو نادي كبير هربانين لواعبه، صح كلامي ولا لا؟ وعنده 2 طلعوا؟ نعم صح كلامي؟ وكان فهد العنزي قبلهم راح؟ نعم. ها يعني شو الفرق هذا عن هذا؟ فما كل العله بنفس الانديه كلها مو بنادي واحد. ما شفناه في القادسيه والكويت؟ طبعا القادسيه والكويت عندهم احتراف، شركات مقعين لواعيب، شركه فيتم مقعه عند نادي الكويت نفس الشيء، ومقعين متوبكين لواعيبهم يبغى ذولا. مو نفس هذول المساكين، هذول يا غافلين لكم الله. وبعدين راح نظام الهوايه، راح نظام اسمه تعال من 14 سنه لاعب يعني مو كامل سن الرشد يجي يوقع، هذا يعني استعباد ما يجوز. انا الحين لو بودي لولدي لاي نادي ما اقبل اني اوقع على استماره اخلي لغايه لا 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 ما شاء الله. المفروض كل الانديه الان المفروض
انه يعني على الاقل اذا بيقضون على هذه المشكله وديا طبعا ماكو قوانين. بس كان في السابق كل اربع سنوات يجددون هذا العقد بين اللاعب والنادي. لا لا ما 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 كان. كان في اليد موجود؟ والله في اليد في النادي العربي موجود؟ اي طبعا معدودين على الاصابع، لكن احنا نقول الان اذا بنحل المشكله، الان اذا بنحل المشكله المفروض ان الانديه تجتمع. نعم. كافه ال 14 نادي يصير بينهم ميثاق شرف. ميثاق شرف. عندي تكتل عمله هذا الامر. ميثاق شرف انه ما يخالف اخلي اللاعب يلعب عندي مثلا يوصل الى مرحله 23 سنه يخدم النادي، اعطيه بعدين افتح له الانتقال. ما ما ترى هي العمليه سهله، ولكن احنا نحمل مجلس الامه والحكومه هذه المشكله. المفروض انه يكون هناك دراسه، يكون هناك قوانين اسوة من القوانين اللي اقرت ودمرت الرياضه وراحت. احنا الان نبي قوانين تحمي اللاعب، نبي قانون يحمي اللاعب. يسوون ما دام نحمي اللاعب خلني اشوف احمد شلون نحمي اللاعب. انا اعتقد ان حمايه اللاعب تبدا من تثقيفه اول شيء اللاعب نفسه. اللاعبين معظمهم احترام وتقدير لاشخاصهم ما يمتلكون الثقافه الرياضيه ولا القانونيه في هذا المجال، لذلك لاحظنا ان ثوره او فوره من اللاعبين اتجهوا على الموضوع هذا بشكل مباشر. بس سمعوا ان على طول في احتراف في فتره على طول، لكن ما يدرون الاحتراف هذا شنو بعده. انزين، ولذلك قاعد نشوفهم الحين قاعد يرجعون يدربون في بعض الانديه كمشاركه لا اكثر ولا اقل، يروحون يتركون انديتهم، يخسرون مكانهم، يخسرون مكانهم في المنتخب ايضا. اللاعب المفروض يخطط، انا قبل لا اروح اوقع عقد احترافي برا والعب لازم اعرف ما تبعات هذا القرار، لازم ادرسه، هل عندي عروض خارجيه فعلا يعني ممكن تفيدني ولا برجع حق نادي اقل من مستوى نادي. قانونيه احمد، انتقال قانونيه، انا ما عندي خلاف معاهم. شنو المشكله هنا الحين؟ المشكله ان انت قاعد تطلع من غير ما تدري انت وين رايح، انت بس تبي تروح تحترف بعدين رجعت اوكي وين بتروح؟ تروح للقادسيه ولا الكويت؟ الناديين هذول متشبعين في اللاعبين، كل نادي عنده ثلاث صفوف جاهزين. على ذلك حمد امان العربي يعني يقول لك احنا منتقل لثلاث انديه يمكن ما يلعب ويانا يعني. فهذه المشكله ان اللاعبين نفسهم ما عندهم الفكر او بعد النظر ما بعد الاحتراف هذا، اوكي خذيت بطاقه دوليه بعدين بتقعد ببيتكم؟ هذه المشكله. اذا عندك عرض من نادي خارجي، من نادي سعودي، من نادي اماراتي، قطري، ما عندنا مشكله، بالعكس روح انا معاك، انا قلبا وقالبا معاك. بس ميثاق الشرف اللي تتوقع من انديه التكتل هذا راح يصعب المهمه على اللاعبين. طبعا اكيد. حتى لو بيصعب المهمه يعني قلت لك هو تبادل اللاعبين راح يتبادلون في ناديين ثلاثه بين كاظمه والقادسيه والعربي والكويت، اربع انديه والسالمي يضيف عليه. كاظمه لا تسلم على نفسها الحين يعني هذه بصفه عامه ان هذا الانديه اللاعبين طموحي والله انا العب في القادسيه، طموحي العب في الكويت، طموحي العب في العرب، بس وبعدين زين انتم اذا كل واحد بيترك فريقه ويروح لازم انت تكون عندك وعي، لازم اول شيء تشوف نفسك هل في امكانيه اني احترف برا الكويت؟ اذا احترفت برا الكويت بالعكس فرصتي راح تكون اكبر وافضل في المنتخب. صحيح. هو شوف جرس الانذار عبد الله عفوا بس على المقاطعه بس بقول كلمه، بس جرس طموح اللاعب انه يحترف يعني مع احترام للدوري العماني في دوري العماني؟ لا هو طبعا اللاعب هذا التفافه مو رايح هو مو رايح يحترف بالدوري العماني، هو راح مجرد انه ياخذ البطاقه الدوليه ويرجع مثل ما قال احمد جاو الخطوه الثانيه. وين بيروح؟ الان جاو لعبوا بصلابخات تقريبا في بعض الواعي بسجل موقع ويدربون عادي بصلابخات اعتقد، وبعدين ينطرون السماسره اللي طبعا من العربي من القادسيه، طبعا اللاعب المميز راح ياخذونه الانديه هذه. نعم. واللاعب اللي اقل مستوى راح ينطر لا حول ولا قوه، لكن احنا نقول للاعب انت طلعت ورحت لفيت هاللفه. نعم. زين وانت طالب ممكن تخرب على دراستك، انت موظف ممكن تصرف وظيفتك، هي ترى عليها تبعيات مو بس انك راح تحترم. هو اللي فتح الباب هذا منه؟ اللي فتح الباب هذا انا اعتقد هو حارس المرمى فهد الرشيدي. خالد الرشيدي. خالد الرشيدي. واستفاد خالد؟ لا كان جرس انذار، ما خالف احنا خالد حاله فريده كانت، كان جرس انذار، كان من البدايه تدارك الامر هذا. هو طلوع خالد الرشيدي شجع اللعيب ذولا انهم يطلعون، لو انه كان هناك قرار صالح مهدي بعد نفسه وصالح مهدي لو كان هناك قرار شجاع في ذاك الوقت وكانت تحرك من الانديه ومن الهيئه ومن وقطعوا الطريق على هذه الكره لازم يتدخل فيها الامر بعد. المفروض انهم يعني يتدخلون في الامر هذا، ولكن اتركه، ترى في بعض الانديه مستفيده يقول لك خله يطلع يجيني بدال انا ما اروح افاوض واعطي له 200,000 بناديه، لا يبغى يجيني اعطيه 100,000 يرضى يلعب وياي. بالنهايه ان ان, إن كل نادي له مصلحه، وفي بعض السماسره ومع الاسف في بعض السماسره اللي طبعا يجي يغررون في اللاعب تعال وانا اوديك، وبالتالي اللاعب لا بالمولد ولا بالحمص ما استلم شيء. جاسم الهويدي يمكن نذكر بعد احترافه بالهلال رفض انه في اي نادي الا محترف وانتهى جاسم.
نعم، مشكلة جاسم الهويدي من المشاكل القديمة واللي يعني كانت خير مثال للاعبين اللي نسوها للأسف. وزين اللي ذكرتنا في الموضوع هذا على أساس نذكر اللاعبين. شوف جاسم الهويدي اللي كان بيوم الأيام أحد نجوم الكرة الكويتية وما